وهكذا وبعشرين هدف وبشبكة خالية فاز النصور الخضر بمقعد المقدمة في طائرة المجموعة الثانية وطاروا من الساحل الغربي إلى ساحلنا الشرقي على خليجنا الساحر إلى مدينة الجبيل في استراحة إعداد رغبة في تأكيد الحجز إلى سنغافورة. لقد شهدت مدينة الجبيل وبرعاية أمير الشباب وعلى مدار 45 يوما مراحل التجهيز الأخيرة قبل الرحلة إلى سنغافورة. فخرج أبطالنا من التجربة الأولى أمام الفرنسيين الذين يلعبون لفريق ميتس بثلاثة أهداف، بينما عكر الفرنسيون بهدف صفو شباك الدعيع التي ظلت ساكنة على الساحل الغربي. يأخذ واحد وبيمشي وماشي فهد ماشي بهيالي شايع النفيسة وشايع بيلعبها شايع لخالد الغانم خالد ويلا شوت شوت وحلوة جول جول. يا سلام يا سلام يا سلام يا خالد الغانم، حلوة من خالد الغانم، كرة تهيأت من شايع النفيسة. وهذه الجماهير شوفوها كيف، هذه الجماهير الرياضية اللي جاءت وصلت إلى مدينة الجبيل لتساند منتخبنا الوطني وتقف معاه رجل برجل. حشو مين اللي خرج أقول لكم على اسمه؟ أعتقد شايع النفيسة هو اللي خرج. هجمة خطرة لمساعد سويلم، مساعد بيلعبها كرة تتلعب حلوة الله سو دخل لاعب سو دخل رقم 17 بندر الجار الله. بندر الجار الله بيسجل الهدف بيسجل الهدف الثالث بيسجل الهدف الثالث بعد مرور بعد مرور 14 دقيقة. وفي لقاء لينز البرتغالي سجل منتخبنا هدفا ورفض عبد الله الدعيع أن يعكر صفو شباكه مرة أخرى حتى ولو بضربة جزاء. فهد بن صبيح فهد بن صبيح ماشي مر ببراعة يوسف يلا يا أبي يلا يا فهد يلا فهد المرمى بالعرض يوسف فهد الحليفة جول يا سلام بالعرض لهمها يا فهد بن صبيح لعبة رائعة رائعة جدا ما استعمل كل مهاراته فهد بن صبيح كل مهاراته وقشرها زي الموز زي اللوز المقشر زي الفستق الحلبي. فعل دودو دودو يوسف خميس تطول ويوسف خميس وصفر الحكم اوقع يوسف خميس دودو ويصفر حمد الحميدي انه ضربة جزاء. احد الاخطاء التسعة اللي هي الاعاقة او الاعثار شايف جون حينفذ يا سلام ترجع تاني يا سلام يا دعيع يا سلام يا دعيع يا سلام يا صالد البلنتيات يا سلام يا ابو عابد يا سلام يا عود يا سلام يا مركز الاطمئنان يا مصدر الاطمئنان في منتخبنا دا عبد الله الدعيع المخرج حتى معجب بيه ومطلع صورته على الشاشه طبعا طبعا صاد ضربه جزاء ارضيه خطره والجمهور بيحييه وبيصفق وانا هنا برضه بصفق. وقبل مغادره الجبيل للعاصمه الحبيبه زارنا منتخب فنلندا المشارك في كاس العالم وعاد يحمل اثنين من اهدافنا بينما قدم لنا هذه المره هدفا تذكاريا كان للتعادل افسده صالح خليفه قبل نهايه المباراه بهدف فوز ثاني. وبالقدم اليمنى بيسجل هدف جميل جميل ماشي ناصر صالح يوسف خميس حسين البيشي بعد المصيبيح بسقطها داخل المنطقة وترتد تاني صالح يلا يا صالح يلا يا صالح صليح على البندل تأخر فيها بندل صلح تاني صالح يلا صالح المرة موجود بقول الهدف الثاني صالح بحط رجل الكورة صالح انا مالي صالح شوف انت شوف صالح وتجيب الهدف الثاني ونخلي نرجع لصالح فريقنا
متقدم بعدم. خلاص انا عرفتها.